真的不收啥的啊，真的吗？啊啊啊يقضي على الإسلام قبل أي صورة السوري. الإرهاب مش سنة ومش شيعة ومش إسلام ومش مسيح. الإرهاب بده يقضي على السنة والشيعة وال والإسلام وعلى الإنسان. عندك أنت وغدوا بعد غدوا عندي. على الإنسان. كار مش تفجر فينا كيف لنا وأنت. واضح. الحرف للقضاء على العربي والمسلم. الحرف على الإسلام قبل السور وقبل أي حاجة ثانية. يعطيك كل صحة يعطيك كل صحة عايش. تونس حرية ناضل ديمقراطية ناضل ناضل يا مناضل ناضل ضد الإرهاب ناضل ضد الظلامية ناضل ديكتاتورية ناضل ضد الرجعية ناضل ناضل يا مناضل ناضل ناضل يا مناضل ناضل تونس حرة ناضل تونس حرة وذي حلوة نحن نصلي العقيد فهمي الرويسي إدارة حفظ النظام المركزي. لا المسيرات والتظاهرات هذه ماهاش غريبة علينا، ماهاش أول مرة. وبالنسبة للاحتياطات بديناها عنا 3 أيام من مختلف الاختصاصات، أمن عمومي، وحدات تدخل، وحتى من الأخيان بالاستعانة من الأخيان من الحرس الوطني وباقي الاختصاصات في الأمن الوطني. طبعا ما نستحضرش عدد صحيح بالضبط بالنسبة للوحدات، لكن اتخذنا جملة من الإجراءات إن شاء الله تكون كافية. حوالي عدد تقريبي للعناصر الأمنية المتواجدة حاليا ببارج يتجاوز 3000، يتجاوز 3000، ما عنديش عدد صحيح بالضبط، ما يتجاوز 3000. احنا الاحتياطات اللي عملناها تحسبا للتهديدات هذه، طبعا موجودة التهديدات وعملنا جملة من الاحتياطات تحسبا لبعض من التهديدات.
ما لاحظتوش تشنج بعض المناوشات او حاجه خارجه عن السيطره؟ لا موجود، لكن ما مش ماهاش حكايه ملفت للانتباه، نتاع حكايات نتاع روتينيه نتاع مسيرات عاديه، يعني ما فماش حاجه ملفت للانتباه. الامنيين يد واحده وكافه افراد الشعب التونسي يد واحده، واحنا مستعدين باش نضحي بكل ما لدينا من اجل ايقاف تيار الارهاب. كل ما يخص الرؤساء يتكفلوا به الزملاء من الامن الرئاسي، وبتعزيز من وحدات الامن العمومي والتدخل والبعض من الاختصاصات الاخرى. استراتيجيه روتينيه مدعمه. شنو نعرف بوح؟ اليوم جيت كتونسي، جيت مع جمله التوانسه اللي تشوف فيهم الكل هنا، تبارك الله شفنا من الاعمار الكل، شفنا من الجنسين، لا حد تخلف، حبينا نقول رساله واضحه. رساله واضحه ما تتطلبش حتى التأويل. إذا تنجم تقدر على 11 مليون تفضل تو نسلمولك. ورينا اش عندك. 11 مليون هنا ممثلين. إذا التوانسة اليوم على كلمة واحدة نعرفوا كيفاش يقولوا القوبة هما اون كويزين. نعرفوا كيفاش ندبروا أمورنا، ما حاشتناش بشكون باش يعلمنا حتى شيء. الاسلام اللي قاعد يستغل استغلال سيء واستغلال مشوه واستغلال مناقض ليه تماما كان دائما ضحيه الارهاب. شو نقولوا للارهاب؟ انا ما نخافوش ونحن ان شاء الله برجالها وبنساها. تونس برجالها ونساها. حاب نجيو جينا مش قلنا لا للارهاب ولا للعنف. وقتهم توامه؟ اي جيتوا من سوسه لتونس باش تدوا لا للارهاب. اي رسالتكم واحده ولا كنا نحن شعب كل واحد فرد رساله لا للارهاب، ما نحبوش لا عنف لا ارهاب لا حتى شيء. انا تونسيه ورغم اللي مره كبيره نحب حبيت نشارك في المسيره هذه ضد الارهاب، وربي معانا وتونس تقعد ديما واقفه وما فما حتى حد خايف. وفرحت لقيت حتى برشا اجانب وبرشا توريست رغم اللي صار في باردو. جيت من الحمامات بالذمه انا واولادي واولاد اولادي كلنا متواجدين لهنا وربي معانا. وتحيه تونس. تحيه تونس. تحيه تونس. جيت على جيل تونس اليوم؟ جيت باش خاطر نكونوا كلنا واقفين مع تونس، خاطر مانيش خايفين وكلنا ضد الارهاب، وان شاء الله تونس ديما واقفه وان شاء الله ديما شعبها فرحان. بس كي فو با افوار بور دو سي مناس، جو بونس كو لي تونيزيان سيرون بلو فور كو سا، اي فو كونتينيي ا فينير ان تونيزي. مو سي الميساج كو جو دي ا تول موند، اي فو كو لي جون فيان ان تونيزي، فيان باسي لور فاكونس، continue à venir, hein, et c'est comme ça qu'on s'en sortira. C'est pas en ayant peur, il faut pas avoir peur. المطالب نتاعنا كانت واضحه، والمطالب نتاعنا كان فيها الجانب التشريعي وفيها الجانب اللوجستي وفيها الجانب المادي وفيها الجانب المعنوي والاحاطه بجهه المؤسسه الامنيه. هذه مطالب كل اليوم انا نعتبره ماهوش يوم المطلبيه، بالعكس اليوم هو عندنا هدف اخر باش نحققوه، انه باش نوصلوا الرساله هذه انه بالعكس الارهاب لم يفرق الشعب التونسي، لم يدخل بلبل في الشعب التونسي، بل زاد واحد الشعب التونسي. الناس كل جات هوني هزت علم تونس. تحيه تونس. ايش صار؟ يعني شو صار؟